هلا والله يا جماعة، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. كلكم لعبتوا أو كثيرين من جيل الطيبين لعب لعبة كونترا. زي ما أنتم شايفين الآن، هذه لعبة كونترا أيام كمبيوتر العائلة. الحلقة هذه نزلت لعبة جديدة أو ريميك جديد لعبة كونترا. أنا من الناس اللي أقسم بالله العظيم مرة مبسوط إنه لعبة بهذه الطريقة نزلت، وحكون سعيد حظي إن أنا حلعبها وحنزلها في هذا القناة. قبل ما نبدأ، لايك شير سبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان. كيف يا جماعة؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله الجاي أفضل وأفضل بتوفيق رب العباد ثم بدعمكم. يلا بينا نلعب لعبة كونترا تحديث الجديد. ماي جاد يا جماعة، زمن الماضي الجميل يعود. لعبة أسطورية قديمة جدا جدا جدا، أتوقع من أيام الثمانينات. فالآن إن شاء الله راح نلعب مع بعض كونترا بالشكل الجديد. هو بيل ريزر ولانس بين، هذه الشخصيتين اللي كانت موجودة من زمان. فراح ألعب الآن بالشخصية العظيمة، شخصية بيل ريزر. ريدي ريدي ريدي، إن شاء الله اللعبة تكون جميلة وممتعة بإذن الرحمن، وشي يعيد ذكريات زمان. بس صراحة اللوكيشن اللي احكي لكم جبار صح؟ الحمد لله يا رب العالمين. اوكي الان بدينا اللعبة. تصميم الشخصيات مرة حلو، لعبة جميلة ان شاء الله تكون. طبعا لعبناها زمان في ايام العائله، وكانت بيكسلات اللعبه. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. طبعا ما راح تكون سلسله، راح تكون تجربه للعبه. يا ولد يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني. Hell yeah, brother. اوه طبعا اللعبة ما زالت 2D، ما هي 3D، 2D. movement, jumping and shooting. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. Simply incredible. You can aim with more precision by holding down aim lock. جماعة ترى فعليا نفس الإصدار القديم، لكن بتحسينات جبارة. أوه الثلاثي. يا عيني يا عيني. We've accessed the weapon delivery network and will be sending frequent supply drops. ورب الكعبة نفس حقت زمان يا جماعة. والسلاح الناري. أنا مرة سعيد صراحة فعليا. هذا الرشاش اتوقع. او ماي جاد، يمين بالله مره جبار يا جماعه. طبعا اهل اول اصحاب الجيل القديم هم اللي حاسين بالسعاده اللي انا غامرتني صراحه يا جماعه. اوه سلاح الليزر، سلاح الليزر. يا عيني يا عيني. اوه ماي جاد.
هذا السلاح اللي انا كنت اعشقه صراحة زمان. كثيرين انا عارف اقسم بالله العظيم انهم متذكرينه. الحين تجي القلعة قدام، القلعة حقت زمان. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، فيها شوية صعوبة. طبعا زمان كانت بس 1D، الان في صعوبة في اللعبة. يا عيني عليك يا محمد. You two focus on finding the enemy base. Roger that. Oh, GG. فعليا التحكم مرة حلو زي زمان، فعليا زي زمان اللعبة. ايوه يا ابوي هذا السلاح الجبار انا ابغاه. احلى حاجة انه السلاح ما يغلق. اوه القلعة، هذه القلعة اقول لكم عليها يا جماعة. هذا القلعة. يا سلام يا سلام. باقي الحمرة هذه. يا ولد يا ولد. اوه زودوا قلعة ثانية دحين. حلو، تحديد حلو. يا سلام يا سلام يا سلام. اوه 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 اوه. اح. سريع 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 سريع. جي جي. نفس الموسيقى حقت زمان، فعليا نفس موسيقى زمان بس بتحسينات جديدة. حلوين. الحلقة ما راح تكون طويلة، هي تجربة للعبة وتختيمها ان شاء الله حيكون على الستريم باذن الرحمن تعالى. طيب المرة هذه راح اختار شخصية لانس بين ريدي. نجرب الشخصيتين، جربنا الشخصية الأولى نفس النظام السيستم القديم بالكامل. الشخصية الثانية الآن راح نبدأ نجربها ونشوف إن شاء الله حاجة مرة حلوة ومرة أسطورية. أوه ماي جاد. طبعا تتحكم هنا بس رايح جاي بس. أوه ماي جاد. أوه. التحكم سلس في اللعبة بس يبالك تنتبه عاد. اوه ماي جاد. دعس نظيف يا جماعة. أح. ورب اللعبة غصبا عنك تخليك مشعوف كأنه ركبك جني. يا عيني يا عيني. فوق تحت فوق تحت كله شغال الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. والله كنت اعشق ام اللعبه هذه زمان. اوه اديني سلاحي. اح. اوه ماي جاد ايش اسوي؟ ربك على مرة صعبة. اوه ام جي. اوه ماي جاد. طب بغير السلاح يا ابويا. فقع الكلب. اوه جاني عكس. اوه ماي جاد. والله مرة صعب. حلوين حلوين حلوين. جي جي.
ايش بوم مستحيل هذا رجع. وربي لازم تركز تركيز مره كبير. لازم تركز فوق تحت يمين يسار كله. اوه وش هذا؟ ايش هذا؟ جديد هذا الشيء. اح Overloading the machine gun creates a barrier that prevents you from receiving damage. Oh my god. رب الكعبة صدعت. مرة صدعت. افقع 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 افقع. روح 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 باقي شوي باقي شوي. اوه ام جي يا عيني يا عيني يا عيني. اقسم بالله اسطورية. ورب الكعبة يا جماعة اسطورية. رهيبة. لعبنا بالشخصيتين كلها، جربنا اللعبة وان شاء الله تكون اللعبة مرة جميلة. الى هنا وصلنا الى نهاية هذه الحلقة الممتعة اللي فيها اشياء كده ترجعك للماضي الجميل بتحديثات الجيل الجديد. اذا وصلت لهذا المقطع لايك شير سبسكرايب وانشر ام المقطع في كل مكان يا حبيبي. وباذن الله حنجرب العاب مرة كثير والعاب مرة اسطورية. الا ابغى منك يا حبيبي تنزل تسوي لي لايك، تتأكد انك انت مفعل جرس التنبيهات، لانه بعض الاحيان انا بنزل مقاطع ما حد بيشوفها الا بعد كم ساعة. فأتأكد انك انت كمان عامل لي سبسكرايب، تابعني في حساباتي. شوفكم على خير، وكالعادة كونوا بخير وكونوا كما انتم سالمين. شوفكم على خير. بيس اوت بحجم السماء.